رسالة ما بتتأكد منها من خلال مصداقية الشخص الرسالة دي جاية. ولما بتتأكد من شخصية شخص معين فبيبقى عملية التأكد دي داخل فيها رسالة معينة الشخص ده بيرسلها عشان يثبت شخصيته. يبقى الاثنين مربوطين ببعض. الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم هو هذه الغاية وايه الوسيلة. ففي المسج اوثنتيكيشن الغاية هي التأكد من صحة الايه؟ الرسالة. والوسيلة اللي هقولها ليها الآليات بتاعتها ان انا هتأكد من صحة الايه؟ من شخصية المرسل الايه؟ الرسالة. هنا بقى هنعمل الايه؟ هنعمل عكس. شخص ما بيثبت ان هو هو يا اما لشخص اخر او لسيستم. عشان كده ما بنقولش بيرسونال اوثنتيكيشن بنقول ايه؟ انتيتي اوثنتيكيشن. يعني ايه؟ مصداقيه كائن. كائنا ما كان بقى الكائن ده سواء الكائن ده شخص مع شخص، شخص مع جهاز، جهاز مع شخص، جهاز مع ايه؟ يعني اي حاجه بتطلع على ايه بقى الحاجات الاساسيه في الاوثنتيكيشن بروتوكول؟ اول حاجه هدف منها زي ما قلنا يوز كونفينس بارت اوف ايتش اذرز ايدنتي اند تو تشينج سيشن كيز. يبقى بتعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه وهي الهدف الرئيسي ان احنا نمكن اطراف اي عمليه اتصال من اثبات هويتهم او شخصيتهم للطرف الايه؟ كل واحد للطرف الايه؟ الاخر. وزي ما قلنا ان في احيان كتير قوي بيبقى الكي المستخدم في العمليه ديت بيتغير مع كل سيشن، وبالتالي جزء من البروتوكول هيبقى ان احنا نولد ونتبادل سيشن ايه؟ فمين يعني ايه سيشن كي؟ الكي اللي بيبقى معايا سواء برايفت كي او سيمتريك كي او بابليك كي خلاص ده بيرمننت كي. لكن السيشن كي معناها ان انا يبقى عندي مصدر كي ومن المصدر كي ده اقدر اولد مجموعه من الايه؟ من الكيز. كل في كل سيشن اقدر اولد مفتاح جديد. تمام؟ فده هنسميه ايه سيشن كي. وده ممكن يكون يا اما وان واي يا اما ميوتشوال. يعني مثلا شخص بيروح لينا على سيستم. هل السيستم محتاج يثبت نفسه للشخص؟ الشخص هو اللي يحاول يستخدم الريسورس بتاعت السيستم. وبالتالي الايدنتيفيكيشن هنا او الايدنتيفيكيشن هتكون ايه؟ وان واي. تو بيرسونز بيعملوا ترانزاكشن معين مع بعض. فكل واحد فيهم بيحتاج ان هو يثبت نفسه للايه؟ للطرف الاخر. يبقى ممكن يكون وان واي او يكون ايه؟ او يكون ايه؟ في تو كي ايشوز وانا بقيم او بديزاين اوثنتيكيشن. الايشو الاولاني هو الكونفدنشاليتي. مع ان الكونفدنشاليتي مش اوبجيكتيفلي ايدنتيفيكيشن. لكنها كونسيرن. هي مش اوبجيكتيف لكنها ايه؟ كونسيرن. ليه لازم اكون كونسيرن مع الكونفدنشاليتي؟ لاني طالما ان انا هعمل سيشن كيز يبقى لازم اضمن ان انا بحافظ. يعني لو انا بستخدم بيرمنت كي فالبيرمنت كي ده موجود عند كل طرف وما بيحتاجش ان هو يتبادله على السكيورتي تشانل الان سكيورتي تشانل. تمام؟ لكن انا ما دام هعمل سيشن كيز وهتبادلها على ان سكيورتي تشانل يبقى لازم ادور على طريقه تكون لازم يحمي الايه؟ السيشن كيز. وهنا بقى الماستر كي او البيرمنت كي بيبقى دوره هنا مش ان هو بيحمي الرساله القصديه هو بيحمي الايه؟ السيشن كي. يبقى انا بعمل السيشن كيز باستخدام الايه؟ البيرمننت كي سواء كان البرايفت لو انا شغال سيمتريك او كان الكي بير اللي هو بستخدمه دكتور لو انا شغال مثلا خمسه. معلش السيشن كي يعني ايه تاني؟ سو فار احنا قلنا ايه؟ ان انا دلوقتي لو انا شغال سيمتريك يبقى كل بير وفي يوزرز متفقين على كومن كي ما بينهم وبين بعض صح؟ الكي ده اي رساله رايحه من اكس لواي راجع من واي اكس هتتشفر بنفس الايه؟ بنفس الكي. كل ما يزيد عدد الرسائل اللي متشفره بنفس الكي ده بيزود فرصه الاتاكر انه يعرف الايه؟ الكي. تمام؟ فممكن بنعمل ايه؟ نخلي الكي ده يشفر سيشن كيز. السيشن كيز دي انت هتستخدمها ايه؟
ليها جهاز ليه موفمنتس كل الاحتمالات قائمه ولا لا؟ يبقى ما نطبقش لازم. فتخيل تعالى تخيل دلوقتي ان انا بعمل ايه بقى؟ انا عايز ابعتها رساله نصيه. خلاص؟ فبدل ما احميها بالكي المشترك اللي بينا ده هولد كي جديد هستخدمه المره دي بس. وابعته لك متشفر بالكي اللي احنا متفقين عليه. خلاص؟ وبعد ما نعمل اكسشينج للمعلومه دي بنتاكد خلاص ان الكي الجديد ده الشيء فيه بقى متوفر عندنا في الاثنين. خلال السيشن ده هنشفر رسائلنا بالايه؟ بالكي ده بس. وبعدين لما نفتح سيشن جديد هنكرر نفس الايه؟ القصه. اصبح دلوقتي التكرار اللي بيحصل في استخدام الكي اصلا التكرار ده بيتم على ايه؟ على رساله رسائل صغيره جدا ما فيهاش غير بس الايه؟ السيشن كي. واصبح السيشن كي ده نفسه ما بيتكررش. نفس الكلام بقى في الايه؟ في الاوثنتيكيشن. لو انا عايز اثبت لك شخصي وانا بستخدم برايفت كي فالبرايفت كي ده هخليه اشفر بيه سيشن كي اللي هنستخدمه عشان تبقى فينا ايه يثبت الايه؟ يثبت نفسه طبعا لازم هيبقى فيه تراست البارتي في القصه دي. خلاص؟ او لو انا بستخدم بير كي في بابليك وبرايفت يبقى معنى كده احنا هنتفق على سيشن كي وهنتبادله بس من خلال الايه؟ من خلال البير كيز اللي هو البابليك. يعني السيشن كي ده انا هشفره بالبابليك كي بتاعك وانت هتختم الايه؟ بالبرايفت بتاعك وهتقدر تتاكد ان ايه؟ السيشن كي ده جاي مني فاتصور. طب يا دكتور هو ايه الفرق ما بين الاوثنتيكيشن والانكربشن كده؟ لا انت فاهم غلط. الاوثنتيكيشن الانكربشن مش قصاد الاوثنتيكيشن. اللي قصاد الاوثنتيكيشن الكونفدنشياليتي. الانكربشن اذا تكون لكل دول. تمام؟ انا بعمل الانكربشن ازاي؟ هو ده اللي بيحدد الهدف اللي انا بعمل الانكربشن من اجله. فلو انا بحمي الخصوصيه فانا بشفر الرساله الاصليه وابعتها على الانسكيور شانل والطرف الاخر دايما بيبقى عنده الكي اللي هيفك بيه الايه؟ الشفره بتاعت الرساله. يعني الموضوع هنا مش بيكون داخل فيه اي سيجنتشر؟ نعم؟ الموضوع هنا مش بيبقى داخل فيه اي ديجيتال سيجنتشر؟ لو انا بتكلم عن الكونفدنشاليتي بس انت في خطا هيتعمل. لو انا بتكلم عن الكونفدنشاليتي بس يبقى مفيش سيجنتشر. لو انا بتكلم عن الاوثنتيكيشن بس يبقى الكونفدنشاليتي از نوت ان ايشو. لكن لو انا عايز احقق الاثنين فقلت لكم اوريدي خدت الكلام ده على الكلام ان انا اقدر اعمل الطريقه دي بشرطين. يا اما ان انا اعمل اوثنتيكيشن وبعدين كونفدنشاليتي او العكس. في تو هيدرز في الاي بي سيك اللي هي كونتريبيوتد سكيورتي باي لود اوثنتيكيشن ممكن يمكنوني ان انا اشفر وبعدين اوقع او العكس. لكن في كل المرتبات اشفر دي ما تبقاش بطل. يعني احمي الخصوصيه وبعدين اوقع او العكس. لكن في الحالتين انا بشفر. لكن لو انا بستخدم البرايفت البابليك كي الاسيمتري كي كريبتو سيستم فلما بشفر لما بحمي الخصوصيه بشفر بالبابليك بتاعك انت. لكن لما بحاول اثبت لك شخص شخصيتي بشفر بالبرايفت بتاعي. في الحالتين استخدم الايه؟ طيب افرض دلوقتي ان جه واحد في النص انا بعت رساله يعني حبيت اثبت شخصيتي لشخص اخر او سيستم فبعت رساله متشفره وجه الشخص ده خد نفس الرساله دي وقام بعتها ليتر اون للطرف الثاني ده انها جايه منك. ده يسموه ريبلاي اتاك. يعني ياخد حاجه ريكورد عنه ويعملها ريبلاي مره ثانيه. تمام؟ يحمي دي ازاي؟ يبقى لازم يكون القصه بتاعت الاوثنتيكيشن دي داخل فيها تايم ستامب بحيث انه لما يعمل ريبلاي هي هاز تو تشينج ايه؟ التايم ستامب. التايم ستامب ده داخل جوه القصه جوه البلاك بوكس ما يقدرش يعمل ريبلاي للايه؟ للرساله. لازم يفكها ويغير التايم ستامب عشان يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل ريبلاي. تمام؟ فالشرط الثاني عشان اقدر اعمل ان ده بصوره واخرى يكون ديبندنت على الايه؟ على الطاقه. فدي اللي بيسموه تايملينس عشان يبريفنت الايه؟ الريبلاي. كل البروتوكولز اللي اشتغلت على الاهداف ديت صورنا الريجليتر بعد ما ينزل البروتوكول واكتشف فيه ايه؟ بعض الباك دورز او الفلوز اللي
اعدله. انا بدات اللي هو بيني اوثنتيكيشن سيرفر بكل بساطه خلاص بدات ده يعني ده مش من الحاجات المشهوره اللي بتفكر في مجال الاوثنتيكيشن لكنه بسيط فنفهم منه فكره الايه؟ الاوثنتيكيشن بتفكر ازاي؟ البروتوكول ده قديم قوي طالع سنه 81 81 ده تقريبا سنه النشر خلاص وبيتم من خلال ثلاثه دايلوجز ما بين تو بارت بارتي ايه عايز يمبروف هيم او هير سيلف وبارتي بي وفي طرف ثالث مبسوط فيه اللي هو هنسميه اوثنتيكيشن سيرفر اي اوثنتيكيشن ما بين اي تو بارتس لازم يتم من خلال الايه؟ اوثنتيكيشن سيرفر فده لوك بتاعنا دلوقتي ان بارتي ايه بيبعت الاوثنتيكيشن سيرفر العلامه دي كده معناها ده اتجاه الرساله في رساله بارتي اي اوثنتيكيشن سيرفر والرساله دي بلين تكست زي ما انت شايف ما فيهاش غير حاجتين اي دي اي كانديديتد مع اي دي بي يعني هو ايه عايز بيبعت اوثنتيكيشن سيرفر بيقول انا عايز اكلم مين طبعا الترتيب مهم لان الترتيب ده معناه ان ايه هو اللي عايز يكون في نفسه بي مش العكس تمام طيب الاوثنتيكيشن سيرفر هيعمل ايه؟ هياخد اي دي اي وبعدين معلش هياخد اي دي اي والبابليك كي بتاع ايه؟ تايم تي اللحظه الزمنيه اللي احنا فيها دي وياخد الرساله دي كلها اللي هي الثلاثه دول متكاملين ورا بعض ويعمل لها انكريبشن بالبرايفت بتاع الاوبشن سيرفر كلنا المفروض نعرف ايه؟ البابليك بتاع الاوثنتيكيشن سيرفر لان كلنا هنستخدم الاوثنتيكيشن سيرفر وبالتالي كلنا المفروض نعرف مين البابليك بتاع الاوثنتيكيشن سيرفر يبقى هيبعت اي دي اي اللي هو اوريدي جايبه معاه البابليك كي بتاع ايه معاه التايب وكل ده انكريبتد بايه؟ بالبرايفت بتاعه بتاع الاوثنتيكيشن سيرفر وانكريبتد مع ده حاجه ثانيه اي دي بي والبابليك بتاع بي والتايب برضه انكريبتد بايه؟ بالبرايفت بتاع الاوثنتيكيشن سيرفر تمام؟ لو كان بي عايز يثبت نفسه ايه؟ يبقى الاوثنتيكيشن سيرفر هيبعت المسج دي مرتين زي ما هي كده مرتين مره بي ومره بي مره بي بس السيناريو ده احنا مفترضين ان ايه هو اللي عايز يثبت نفسه لمين؟ لمين؟ وبناء على المعلومه دي طبعا ايه كان اولوز وشك ان البيانات دي جايه فعلا من سيتيشن سيرفر تروت فروم ميني 1 اكس ليه؟ لانها متشفره بالبرايفت ايه؟ لا سيتيشن سيرفر. تاني هفكرك لو واحد شاف الرساله دي غير ايه وغير بي هيقدر يتاكد انها جايه من مين؟ سيتيشن سيرفر بس مش هيقدر يعدلها لانه عشان يعدلها محتاج انها يعمل لها ري انكريبشن بالبرايفت بتاع سيتيشن سيرفر هو مفترض انه محدش يعرفه. تمام؟ دلوقتي بقى ايه هيبعت لي ايه؟ دكتور يا الاي دي هي بالبابليك بتاع هقدر اتاكد انا من الديكريبشن ده الاقي اللي جاي لي الاي دي بتاعتي والبابليك كي بتاعي والتايم انا كده اتاكدت ان الرساله دي جايه من مين؟ لكن لو افترضنا بقى ان اللي جاي نفس الرساله دي هيقدر يعمل ديكريبشن انا عملته ولا لا؟ هيقدر بس مش هيقدر يعدل المعلومات دي لانه عشان يعدل المعلومات دي لازم يرجع تاني يشفرها للبرايفت بتاع الاوثنتيكيشن سيرفر ما عملوش برايفت لو عدل فيها من غير ما يعمل كده يبقى انا لما اجي اتشيك هعرف انها مش جايه من الاوثنتيكيشن سيرفر تمام؟ في حد تاني ربع جنيه بحاجتين
ان بي هيبعت نفس القصه لايه؟ لاي اس، واي اس هيبعت نفس الرسالتين دول بس محطوطين في الترتيب لمين؟ تمام؟ ولسه ما شرحتش الخطوه الثالثه، الخطوه الثالثه هيعمل ايه بقى؟ ايه بقى اللي هيحط نفسه لمين؟ طيب دي عباره عن ايه؟ طيب عباره عن ايه؟ طيب 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 استنى حاجه لكل الوقت، مش احنا اتفقنا ان من ضمن الشروط عشان ما تصورش للبلاي طيب ان يكون في حاجه تعتمد على الوقت عشان انا ابقى قابل الاقي وقت غير الوقت اعرف ان الرساله تمشي. اه طبعا ما تمشيش الصوره بس مش طالعه دلوقتي. فاهمني؟ يعني دلوقتي ايه؟ واحد هياخد الرساله دي ويطلعها ليكتر كله. الرساله دي طالعه شخص مرفوع اه لغايه دلوقتي بس الطيب غير الطيب يبقى حرف ثالث. تمام؟ ايه هيبعت لي ايه بقى؟
عشان ما فيش واحد سي ياخد المعلومات دي كلها ويعملها ريبلاي للانترفول عشان طلع من فضلك بتاع مين؟ بتاع مين؟ دلوقتي مين هيفك اول يعني غلافين؟ هيفك الغلاف الاولاني ازاي؟ هو على الحاجات بتاعه صح؟ هو الاول من فضلك بتاع الانسكريبشن سيرفر هيتاكد من صحه الرصيدين الاولانيين خلاص؟ وبالتالي اتاكد من شخص ايه؟ الوقت هو لما يفك البرايفت بتاعه الرساله اللي جوه دي هيطلع له ايه؟ هيطلع له اي اس تي بس متشفرين بالبرايفت بتاع مين؟ المساله اللي فوق بتبين له ان اللي عايز يثبت نفسه هو ايه؟ وبالتالي وبتقول له كمان ان البابليك بتاع ايه؟ هو كذا. وبالتالي لو فك الشفره دي بالبابليك بتاع ايه؟ هيطلع له ايه؟ هيطلع له سيشن كي بالبايب. فيبقى السيشن كي ده بقى يقدروا يستخدموه في الايه؟ في الترانزاكشن ده. دلوقتي بقى تعالوا نشوف ايه لو هو عنده اي حاجه ناقصه ولا الموتيف يمشي ولا ما يمشيش. لو فرضنا ان في طرف تاني جات له كل الرساله دي ايه اللي هيمنعه ان هو يفك من الثلاثه؟ البطل بتاعه لانه عايز يحتاج البرايفت بتاع مين؟ بتاع مين؟ خلاص؟ وبالتالي الرساله دي هتفضل بالنسبه له الشفره. It is being only اللي هيقدر يتاكد من محتوى الايه؟ الرساله، فهو اتاكد من ايه؟ وبالتالي اصبح السيشن كي ده هيستخدمه كم مره؟ بس. لان لو اتغير الوقت هغير السيشن كي. ما يقدرش بقى واحد يريبلاي السيشن كي مره ثانيه. يريبلاي المسج كلها مره ثانيه ليه؟ لان الوقت هي ايه؟ الوقت هيضيع. هو بيتشيك جزء من التشيك بتاعه انه بيتشيك الايه؟ بص يا ريت عشان لو وقعت البط زي كده في المكان الفاينل ده بطل البط بتاع اي حد نوت سبورت بيها سكت لكن العكس هو الصحيح. السؤال هل انا اقدر اتاكد ان البط بتاعي هو بتاعي فعلا ولا في واحد تاني ريموت لي يبعت لي بط كيك هو مولدي عينه بتاعي فهنا بيجي خلاص اللي هو جاي في الجزء الاول فانا كده اتاكدت ان البابليك من خلال الدراسه بتاعتي الابلكيشن سيرفر اتاكدت ان وات از بليد تو بي ذا بابليك كي ايه از ذا بابليك كي ليه لان جاي باي اي اي مع بابليك كي ايه الكلام ده كله سايند بمين؟ الابلكيشن سيرفر تمام؟ مش انا بس اللي اتاكدت ده الدنيا كلها اللي هيقع في الرساله دي هيتاكد بس الجزء الثاني هو بقى ايه؟ هو اللي هيحكي القصه دي ان لو اي حد غير بيه استخدم الثلاث اجزاء دول مش هيقدر يحط شفره الجزء الثالث شفره الجزء الثالث دي لما يفكها بيه المراكب بتاعه خلاص؟ هيلاقي حاجه بتثبت ان دي جايه من ايه؟ لانها متشفره من المراكب بتاع مين؟ بتاع مين؟ اللي هو لسه متاكد من البابليك بتاعه يبقى دي اكيد جايه من ايه؟ جايه فيها ايه؟ يبقى السيشن كي ده هم اللي هيستخدموه خلال الايه؟ خلال السيشن كي لما يتعمل هم السيشن ده شغال هيستخدموا نفس السيشن كي اول ما يحصل ترمينيشن للسيشن سواء نورمال ترمينيشن او اكسيدنتال ترمينيشن هيبدا سيشن جديد يبقى هيبتدي يبقى فيه ايه؟ سيشن كي لان التايم هيكون ايه؟ التايم ستامب هيكون ده بس ده ثواني يا ولد عشان اسمع صوتي وبعد كده ايه بيلعب الاستيكيشن سيرفر في التكست بلاي التكست بس طب لو واحد تاني بعت له بعت له ماشي ما فيش مشكله ايه هيحسسك مع مين؟ نعم هيكمل ايه خلاص خلي واحد اسمه سي بعت اي دي اي واي دي بي خلاص والرساله اللي بعتها للفانكشن سيرفر لاي دي وصلت لسي خلاص السؤال هو يقدر يتاكد ان المعلومات اللي في الرساله اللي جايه من الفانكشن سيرفر يقدر يغيرها؟ لا ما يقدرش طيب لازال البابليك بتاع ايه اللي مربوط بالاي دي بتاع ايه جاي من جوه الداتا بيس بتاع مين؟ بتاع الفانكشن سيرفر انا اتفقت معاكم قبل كده انك عشان اصلا تاخد بير كيز يو دو نوت بروف يور سيلف ريموتلي
ابدا. فاهم؟ دلوقتي القصه مش ان مش ان ايه يثبت نفسه اوثنتيكيشن سيرفر، لانه اوريدي ايه بروف بهيم اور هير سيلف بيرسونالي خلاص بيظبطوا اي دي ذا ناشونال سكيورتي نمبر وكل الحاجات اللي بتطلع القصه دي كلها الى تراست سيرفر بارت. والداتا دي كلها موجوده فين؟ الاوثنتيكيشن سيرفر. Yeah.
حد يقدر يخش ما بين الاثنين دول؟ يعني الشانل دي سكيور ولا انسكيور؟ حد يقول لي؟ ها؟ سكيور ولا انسكيور؟ انسكيور، لانها لو سكيور يبقى كل ده كده مش بلاس اصلا. لو احنا اوفر سكيور الشانل يبقى احنا محتاجين المصدر خالص، صح؟ لكن اللي انا متاكد منه يكون دول وحده واحده، ان الداتا اي شانل ما بين الاثنين دول هي ايه؟ لازم سكيور شانل، يعني دي مش كوميونيكيشن شانل. خلاص دول اربعه سيكس، خلاص هياخد التيكت مع السيشن كده ويريكويست سيرفيس جراندنج ايه؟ التيكت جراندنج سيرفر يبعت له التيكت ويبعت له سيشن كي يستخدمه ايه؟ المره دي لكل تايب اوف سيرفر سيرفيس هيستخدم التيكت. يبقى هو بيديله بيديله سيشن كي تيكت، بيفرض ان انا بخش على سيرفر عشان اكسس اكتر من سيرفيس، هيبقى هو سيشن كي واحد لكن مطلب الايه؟ مطلب الايه؟ كل عمليه بعملها فيها تيكت ايه؟ فيها تيكت. دي مسؤولة عن ايه؟ توكيل القياس الاتصالات.
من ضمن الستاندرد ده في حاجات كثيره ما عنديش وقت اتكلم فيها، لكن انا مركز هنا على ايه؟ على الستاندرد اسمه X509 اللي بيتكلم على السيرتيفيكتس. ليها صوره قياسيه. اكوردنج ل 509 احنا اتفقنا المره اللي فاتت قلنا ان السيرتيفيكتس المفروض تحتوي على ايه؟ خلاص؟ لكن الصوره القياسيه دي معناها لازم تحتوي على فالفاليديتي كانت الرساله دي انت ما تقدرش
فصلها على الاوثنتيكيشن كل هيعملوا هيروح على الدفاع صوتي وهيلاقي حاجه اسمها ايه الاوثنتيكيشن ليست يعني قائمه الملفات الارقام هكذا وكذا 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 تم ايه تم المعنى المعنى هو يرجيها معناه هو هيتحقق ايه سيرتيفيكت الجنينه وزي ما في نشور نيم ان برضه هيبقى في سبجكت ايه؟ نيم. السبجكت هنا اللي هو الاوردر بتاع السيرتيفيكت بتاعك. يبقى السيرتيفيكت بتاعك بتحط الليل تيست اسمها واسم الشخص يعني افترض السيرتيفيكت دي ليه يعني؟ خلاص؟ يبقى السيريال نمبر جزئين جزء رقم السيرتيفيكت بتاعك والجزء الثاني السيريال نمبر جزئين السيرتيفيكت بتاعك والنيم في تو نيمز هيظهروا الترتيب اللي ظهر ده الليل اللي فوق ده النيم بتاع السيرتيفيكت بتاعك والنيم التاني ده النيم بتاع ايه؟ حامل الشهاده دي. الشهاده دي بتاعت سبجكت بابليك كي انفورميشن. دلوقتي لما تغير الالجوريزم اللي انت محدده فوق مش انت في بابليك بارامترز؟ يعني مثلا لو انا بستخدم بابليك سنين انا محتاج اعرف عن كام حاجه؟ بابليك بارامترز بتاعت كام بارامترز؟ لو انا بستخدم الار سنين او ميني بابليك Certificate of Authority. محدش يقدر يغير لان السيرتيفيكت بتاعك
until it reaches the end of the validity period or it has been detected that the device has been made. يعني انت بس اكتشف البراكت بتاع حد يعني عرف الفضل بس ده ما بانش خلاص انت سبتك في الحته بتاعتك خلاص. لكن اول ما تحصل ليجل اكشن معين يتبين منه ان البراكت دي اصبح معروف الميديا على طول السبتك دي هتصدها ايه؟ الريفوكيشن ما تخش جوه الريفوكيشن لسه دي اخر حاجه بتجي في الثلاث دقايق زي ما انت شايفين في كذا سيناريو. لو تقول هنا مثلا ايه عايز يعمل يثبت نفس السيجا والعكس خلاص فايه تحت السيرتيفيكيشن اوثورتي ايه؟ وسي تحت السيرتيفيكيشن اوثورتي سي فلازم يدوروا على قطره كومن تراست ما بينهم دي اللي هيرجعوا عليها كده خلاص. لو فرضنا ان في تو يوزرز تحت نفس السيرتيفيكيشن اوثورتي هيتبعوا عكس اوثورتي لو هم تحت ديفرنت سيرتيفيكيشن اوثورتي فلو تحت نفس البيرنت يبقى السيرتيفيكت هتبقى محتاج سيرتيفيكت للسيرتيفيكت. يعني ايه؟ افرض نفس المثال اللي فات ده انا مدي لك سيرتيفيكت من السيرتيفيكت اوثورتي بتاعتي احنا مسمينها ايه وانت مين؟ سيرتيفيكت اوثورتي ايه اللي انت مش تبعها؟ وبالتالي انا مش ضمني ان ده ليه فعلا؟ انت انا مش هقدر اتاكد ما عنديش مصداقيه وما عنديش ثقه في السيرتيفيكت اوثورتي اللي هي مطلعه منين؟ فلازم دكتور الامتحان